السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. انا والله النهاردة بالصدفة كده كنت عند عم محمد الأسمر بنسأله في حاجة تخص الفيديو اللي فات. عايزكم تشوفوا الفيديو اللي فات يا جماعة. الناس اللي بتحب صيد البحر وصيد الحواجز والتشويح تشوفوا الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات ده بمشيئة الله فيه معلومات جميلة خالص هتنفع كل الصيادين بإذن الله. طبعا احنا كلنا بنتعلمه من بعض، مفيش حد فينا معلق، حتى المعلم هيفضل ايه؟ هيفضل يتعلم. احنا النهاردة جينا نتعلم من عم محمد الأسمر، نسألوه في حاجة كده تخص فنيات التشويح، موقف كان حصل معايا حكايته في الفيديو اللي فات، لقيت عنده حاجة كده فحبيت ان انا ايه نعرضها لكم. طبعا احنا هنا في محل الأسمر لأدوات الصيد، صاحب قناة الأسمر لأدوات الصيد. اتمنى طبعا من حضراتكم ان انتم تشاهدوا قناة عم محمد الأسمر، ان شاء الله دايما هيقدم لنا عروض جميلة. معانا النهاردة عرض ظريف جميل جدا حبيت ان انا نقوله لكم لأي حد يكون محتاج العرض ده. انا يعني ايه شايفه ان هو حاجة كويسة، وطبعا لولا ان هو حاجة كويسة وحاجة جديدة انا ما كنتش نزلتها عندي، لان انتم عارفين ان انا ايه ما بننزلش عروض. يعني كل العروض اللي عندي على القناة هم تقريبا عرضين، وده تالت عرض ان شاء الله، عشان انا واثق في الله ثم في مين؟ عم محمد الأسمر. نشوف العرض بتاعنا هيقول ايه. عم محمد الأسمر محترف صيانة، راجل محترم طول عمرنا نشوفه منه احلى اخلاق وكل ادب وكل ذوق. لفت نظري النهاردة يا جماعة بوصة سلود راجل، دي عم محمد هيسميها عرض جاني الأسمر جاني. هو عم محمد عامل عرض كامل عنده في القناة، انا حبيت ناخد منه دي كوبي بس، لان انا حسيت ان هو ايه شكر في البوصة وانا بنسك في الراجل الطيب ده. معانا بوصة سلود راجل. عم محمد ممكن تقول لنا العرض اللي عندك كده؟ العرض الموجود والمتاح بالنسبة للبوصة سلود راجل هي بوصة محترمة جدا، 3 متر 3.60، 4 متر 4 متر ونص، 3 متر بوصة بسم الله ما شاء الله عليه، 3.60 4 متر 4 متر ونص. لحظة كده يا محمد، حاجة محترمة خالص يا جماعة. محمد انت ترشح ايه لصيد الثلاثة متر؟ 3 متر يشتغل غلة وطعمه برضو للأماكن القريبة. يبقى 3 متر ممكن نشتغل بيه غلة وطعم للأماكن القريبة ان شاء الله. وبالنسبة للثلاثة ستي 3.60 اشتغل ريمة وطعم تجرية برضو، اشتغل ريمة وطعم تجرية 3 متر 60 3.60 او ممكن برضو طعم، يبقى طعم اي فلة هتشتغل عليه. وبالنسبة للبوصة ال 4 متر 4 متر تشتغل حداف وتشتغل تجرية وتشتغل ريمة برضو، تشتغل حداف وتجرية وريمة. مش وزنها يعني ما يتعداش 300 جرام. تمام. وعندنا كمان البوصة ال 4 ونص 4 ونص صلاة النبي عليها برضو بسم الله ما شاء الله، تفتي بلوكس ودبل صلاة النبي عليها ضد الصدأ. ممكن نفتح الدبل دي؟ حلوة. في حاجة هنا تخص الحاجة دي يا محمد، دي معمولة لشيء معين صح؟ الدبلة دي محبس، محبس محبس وعصب زي ما انت قلت في الفيديو عصب. بتاعك ايوه. العجلة دي مهما يكون فيه اي حاجة حمل دي زي السبراسة كده. ايوه. لا اجمل من السبراسة، اجمل من السبراسة يعني. ايوه السبراسة عبارة عن سبراسة بس سبراسة متينة معدن. ايوه. ما تخليش الدبشك يفتح من هنا ما تحمل عليها. جميل. صلاة النبي. طيب نقول الأسعار إن شاء الله. هنبتدي بالثلاثة متر عاملة 120 جنيه، والثلاثة ستين عاملة 130 جنيه، والأربعة متر عاملة 140 جنيه، والأربعة ونص عاملة 150 جنيه. يبقى جماعة معانا البوصة 3 متر 120 جنيه،
التلاتة 60 130 جنيه، الأربعة متر 140 جنيه، الأربعة ونص 150 جنيه. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي دعوة مننا يا جماعة لأي حد محتاج عدة، احنا بنرشح البوصة دي بناء على ثقتنا في عم محمد الأصمت. ومعلومة، حاول دايما لما تحب تشتري أدوات صيد تروح للصياد. صح. ما تروحش للبياع. صح. لأن الصياد بيروح يشتري البوصة بيمسكها كأنه هو اللي هيصطاد بيها الشخص. مش مشكلة بقى الزبون، المهم إن أنت تراعي ضميرك وتجيب منتج كويس تروجه، الناس هتدعي لك هتاخد حسنات. زي ما حصل معايا كده يا جماعة، أنا لما حسيت إن في فنيات هربت مني من الصيد، جيت لراجل بتاع عدة وأنا عارف إن هو صياد. تمام، كمل يا محمد. فدي معلومة الفيديو بتاعتنا النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله. ويا ريت نقول إعجاب حضراتكم في اللي كل اللي نعرضه عليكم. طب رقم التليفون بقى يا محمد. رقم تليفون 010 010 633 633 20 629 629. تمام. واتس 03 77 480 تحت امر حضراتكم في اي معلومه. الله يبارك لنا في عمرك يا محمد. الراجل بيقول تحت امركم في اي معلومه تخص الصيد، في اي سؤال، في اي حاجه تخص العده، الراجل متطوع ان هو يجاوب. طبعا يا محمد ان شاء الله هيعمل لنا، هيسيب لنا تعليق في الفيديو ده، هنثبت التعليق بتاعه. نتمنى طبعا ان انتم تشتركوا عنده في القناه، وان شاء الله تكون معرفه خير، ونكون قدرنا نقدم لكم حاجه كويسه باذن الله. لحظه بقى نقفل الفيديو مع بعض. كان معاكم طبعا اخوكم سامح الخوالقه، قناه منوعات رحاله، من محل الاسمر لادوات الصيد، صاحب قناه الاسمر لادوات الصيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.